شكل حال مين شي ثاني الدراسة عن بعد؟ اخويا مين شغال يعني خرجنا الدراسة عن بعد ودين تشي ميمة؟ اتصل الاسباب مين شغال نقاس البنية التحتية والو الميزانية والو مين زي غير عابنا هاد مثلا تغاد كشكات الكونيكسي تقدر فرانك كونيكسي وش حاجة هاد ساعات مين زي صغار شنو تقاس؟ عن بعد اخويا اش هذا مروش خاخي يمكن يجو ما يغزدين يفقى الموقع عندي ايش غاي نخي نديباني شوية مو يقدراري دي بارا نخي مو بناد موحس دي الداث دي غزا دي الكتب شا حاجة دي سقايا موحس سوا ايوا من غاي قدي بناد ما ايش غاي نهاني اوخا ثاني دنشي نقا وانتكا وانتكا لا بس ملاح الحمد لله ومشي خضار بجد شنان ديرو ساعن با ما مش تواريخ رادي جنوي تبع القوانين اي مجانا ما يمي لانه طغو تبع عند القسم عاد تبع عند كينا ذي تدع ايش ايش تبع تبعني خلا لا شو تبع خشيا واخنش واري من زي صغيك خذ الدراسة عن بعد بس عن بعد او من تش غيني خ تبعنا وادي نشيا تغلي شاش كي نخوض غلي لا تواري خشيا وغاس وديفق وغاس وديفق ميمي مين زي صغيك شو غريق عن قرب عن بعد ايما مش تقيد تقول ايش الحاجة الصحية اما انا غريق شو انش صافي امتحان هو استاذ يخشى هو استاذ دي يخشى لاجل بارك السلام لاباس ملاح الحمد لله مين شي ثاني دي الدراسة عن بعد؟ الدراسة عن بعد بالنسبة لشو استاذ تخشى ذي المدرسة غادي نلقى خو ما نستافد محركة عاد اكثر الضغوطات النفسية على حسب على حسب الوباء فماذا ونزمع بو انغاث فماذا تسغت شان ديك ديسان عن البعد؟ ايش كسوت شان الامتحان خلاه؟ عاوز سوجي تخشى مش اتمنى خلاص سوجي